مساء الخير وحلقة جديدة من برنامجكم شاهد. قبل ما ابتدي فقرتي احب اهني الشعب المصري بالذكرى ال 47 لحرب اكتوبر المجيدة، واحب ارحب بزميلتي ايمي في الاستوديو. ازيك يا ازيك يا رحمة، عاملة ايه؟ الحمد لله. بحب ارحب بذكرى اكتوبر، واحب ارحب بضيوفنا في الاستوديو شاهد عبد القاضي ومنار عبد الناصر. عرفونا بنفسكم. انا شهد القاضي، كليه اعلام جامعه القاهره، انجلش سكشن، سنه ثالثه السنه دي. من سنه اولى كده بدات، كنت حابه المونتاج قوي، فكنت فضلت اخد كورس كتير بقى فيه ودبلومه وحاجات عشان كنت عايزه يعني افضل مكمله فيه. بس بعد كده حسيت انه لا، مش ده المجال الصح يعني ان انا اكمل فيه، وحبيت اكتر الاذاعه والتلفزيون عامه. انا منور عبد الناصر، عندي 18 سنه، رايحه اولى جامعه. انا كان نفسي في كليه اعلام طبعا، بس ما حصلش نصيب. وخلاص بقى قررت ان انا ادخل حاجه تانية ومجال تاني. فبالصدفه رحت شاهد واخدت الكورس مع الاعلاميه ريهام سعيد. دي كانت احلى حاجه حصلت لي يعني. طيب خلينا الاول بس نعرف ازاي عرفتي الكورس، وتجربتك مع الكورس مع استاذه ريهام كانت عامله ازاي؟ انا اول مره يعني اولا ما كنتش اعرف شاهد، ما كنتش اعرف في حاجه اسمها شاهد اصلا، وكنت قاعده بايدك كده في البيت عادي، فشفت الموضوع وكده فكلمتهم، كلمت شاهد وكده، وهم ردوا عليا في نفس الوقت وحجزت معاهم وتمام يعني. انت يا شهد، شايفه ان انت لو جات لك الفرصه انك تطلعي على التلفزيون، ايه فكره البرنامج اللي حابه تقدميها؟ بصي، انا دايما بحس ان في تناقض ما بين الفاشن والحجاب، فحابه ان انا اعمل برنامج اوصل منه ان عادي ان انا اكون محجبه ومهتمه بنفسي وبشكلي وبكل الكلام ده عادي يعني. طيب شايفه الكورس اضاف لك ايه؟ يعني انت مثلا كان مفيش مثلا سكيلز او مهارات ما كانتش عندك الكورس اضافها لك، او تجربتك مع الاستاذه ريهام سعيد اضافتها لك؟ هي طبعا اضافت لي كتير جدا. هي على المستوى الشخصي بجد، هي بتقول كلام محدش يعرف يقوله بجد يعني. انا ده كان اول كورس ليا في الاعداد التلفزيوني وكده، بس انا متاكده ان مفيش حد هيعرف يقول الكلام اللي هي بتقوله، ولا يضيف ويقول كلام اللي هي يعني الاضافه اللي هي بتقدر تضيفها. هي بجد واثقه من نفسها جدا، وما شاء الله ما شاء الله، حد ما بيخافش من حاجه. وهي يعني شويه بشويه نقلت لنا ده، انا ده بقى واصل لي، بقيت فعلا ما بيهمنيش الناس، ما بيهمنيش الكلام، على قد ما بقدر فعلا، ما بقتش بخاف يعني. هي الفايبس دي هي نقلتها لي. بس وانت يا هي فعلا حد واثق من نفسه جدا، اضافت لنا كتير. اللي هو فكره ان احنا نقف قدام كاميرا، نقف قدام جمهور، نعرف نتكلم واحنا نبقى واثقين من نفسنا جدا، محدش هيعرف يعمل كده غير لما يبقى الشخص ده اصلا واثق في نفسه. أكيد. انا كنت عايزه بس اضيف حاجه كده، ان انا اول ما شفت على الانستجرام بيج بتاعتها انها منزله الكورس وكده، البوست كان بقاله 3 دقايق بالظبط، ودخلت وكلمته، جريت وكلمتهم بجد، والدنيا كلها كانت سهله جدا بالنسبه لي يعني. وانا كمان نفس الكلام، كان البوست على اكاديميه شاهد نازل دلوقتي، فدخلت بسرعه كلمتهم. ايه الايجابيات والسلبيات اللي شايفينها من وجهه نظركم في الاعلام؟ انا بحس ان هو الاعلام ايجابياته ان هو حاجه يعني، انا بحس كده، كانت جمله دايما بتتقال على الاعلام ان هو السلطه الرابعه، وده انا بجد بحس كده. هو بحس انه حاجه مؤثره جدا، وزيه زي التمثيل برضو والحاجات دي. السلبيات بقى انه مش عارفه قوي بالظبط، بس انه ممكن يكون الناس يعني مثلا مش ما فيش دايما يعني من ناحيه ان هم التقبل بقى الاراء وكده، الناس دايما بتبقى شايفه ان في مثلا تلاعب او حاجات كده. بس معانا مداخله من الاستاذه منى، مديره وكاله شهاده الاعلاميه. طيب قولي لي، بتفضلي اي نوع من البرامج وليه؟ بصي، انا بالنسبه لي بحب جدا استاذه منى رجعت لنا. الو، ازي حضرتك يا استاذه منى؟ ازيك يا استاذه منى؟ انا شهد، منورين الدنيا. انت اللي منوره والله. انا فخوره بيكوا قوي يا جماعه والله العظيم.
واحنا بنحبك جدا بجد بجد. فعلا شرفنا التعامل مع حضرتك والله. بدايه بس احب اسال حضرتك ازاي الفكره جات لكم، واقنعته ازاي استاذه ريهام سعيد ان هي تظهر في اول كورس تدريبي ليها؟ والله بصي استاذه ريهام اصلا نفسها تطلع مذيعين مذيعات على مستوى على قدر عالي يعني من التعليم، يعني ما يبقوش متعلمين اعلام بس، متدربين. وقد كان والله وقد كان ده كان واضح فعلا. ومستر احمد هو طبعا دي كانت فكرته من البدايه، وبس هم اتفقوا وانتوا جيتوا لنا الحمد لله نجحنا، وانتوا منورينا والله. انا مبسوطه وفخوره بيكم قوي على فكره. شكرا جدا لحضرتك بجد. مبسوطه بيكم وفخوره بيكم، ويا رب ان شاء الله تبقوا احسن مذيعات في الدنيا كلكم. بس انا طلعنا عينيكي شويه يعني، بس انت عارفه احنا بنحبك قد ايه. طلعتوا عينيا كتير. متشكرين لحضرتك يا استاذه منى، ونتمنى لينا كلنا يا رب النجاح والتوفيق. طيب اوكي، قول لنا عرفتي الكورس ازاي وايه مدى الاستفاده بيه؟ انا زي ما بقول لك انا لقيت على بيج ريهام سعيد انستغرام بيج نازل بوست كان بقاله 3 دقايق، دخلت واخدت الرقم يعني وكلمتهم وكده، وكانت بالنسبه لي كل حاجه ميسره وكويسه جدا. بس مدى الاستفاده منه هي كبيره قوي، لان انا بجد يعني مش حاسه ان حد غير هيقدر يعمل ده، يعني مش حاسه ان انا لو كنت رحت لاي حد تاني كنت هستفاد منه زي ما استفدت منها كده. فكره ان انا يبقى عندي، ممكن يكون كان عندي شويه جرأه في الاول، بس فكره ان انا يبقى مش هاممني حد، مفكرش في حاجه ومجمده قلبي وغير كده الانبهار بشخصيتها طبعا، لان انا بعشقها وبحبها. انت يا منار بتيجي كمان من انا، ده بالنسبه لك ما واجهش اي صعوبات خالص؟ لا طبعا الموضوع كان صعب جدا في الاول، يعني فكره ان انا اسافر بعيده يعني عن القاهره وكده، ما وقفكيش. بنشكركم جدا، بنشكركم جدا، وانتهت فقرتنا لغايه كده، وبنشكر جدا وكاله شهاده الاعلاميه اللي اتاحت لينا ظهور النهارده، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم باذن الله، ونتقابل ان شاء الله فرص احسن.